على ذكر التأهل والمزيد من التأهل حاصل الحقيقة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هنأ اتحاد التايكوندو بعد تأهل الثنائي أحمد وائل لطبعا أحمد وائل نصار وآية شحاتة لأولمبياد باريس 2024 خلال التصفيات الإفريقية المقامة في السنغال. آية شحاتة اتأهلت في ميزان تحت وزن 67 كيلو بعد ما فازت على بطلة النايجر، واتأهل وأحمد وائل نصار في وزن أقل من 68 كيلو جرام، وبداية يعني أو وبعد تأهل ثنائي التايكوندو نقدر نقول إن احنا كده رسميا ارتفع عدد المصريين المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024 ل 93 لاعب ولاعبة في 17 رياضة مختلفة حتى هذه اللحظة. بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق، ولسه لسه في طبعا فرصة لزيادة العدد عدد الأبطال إن شاء الله اللي هيتأهلوا لباريس 2024.